استنى ترى اللي يدخل يقدروا ندخلوه ما مع البيزاج تاع ديالو يعطينا ما درينا احنا لونفلوب هذه سيدي الوزير تعاوننا ورانا البارح طمعنا من بقينا نعاونوكم في هذا باش نكون واضح احنا الأولوية تاع هي تحسين ظروف معيشة المواطنين داخل مختلف الأحياء داخل مختلف عندنا عندنا دي لوتيسمون عندنا دي زونسون دو كارتي بخصوصها في الطرقات بخصوصها في لي زافالوار بخصوصها في ليكليراج بوبليك هي الأولوية تاع الآن التهيئة الحضارية هي نقولها بالدرجة هي تزواق شوية ما باش نقول ولكن نشوف هي مختلف الأحيان شفنا يعني هنا في عين صفراء نهار في المنطقة ولا في العامة ولا في السعيدة ولا في الشرق ولا كذا ندخلوا للأحياء تصيب مئات ومئات السكنات بدون تعليق هذه هي الأولوية والدولة المخصصة أغلفة مالية جد ومعتبرة لتحسين هذه الوضعية كي نحسنوا الوضعية إن شاء الله ما نشوفوا جهة أخرى ولكن نشوفوا هي الحضارية ما كانش غير عين صفراء وما كانش غير نعامة وما كانش غير سمحوا لي نهضر بهذه العبارة ايه وش هو دورك؟ راه كومبليس إلا كانوا البيبان ماشي ملاح كومبليس ديروا في لاليستوار ديروا لي بيروديتو في لاليستوار عندنا لي بيروديتو لا المواطن يجي يسكن يجي له مسلك الدار تاعو حتى المرافق العمومية إلا نمدوا هيكل نمدوا نقولوا لمدير المؤسسة ولا التابعو مش مسكينين مش مسكينين دونك يا ريسبونسابيلتي دو بيروديتو لونتربريز زيرو ايهو مادا بينا ما نزيدوش من نخرج ونسمعوا هاد الحكاية تاع بدل البيبان تاعو عاد بيروديتو انت الوزير انا نهضر مع الناس انا نهضر امام المشرفين امام التقنيين اذا مليحة سي بون سي ريكلي اذا كان سي ريكلي بارك الله فيك سي ريكلي ما سي ريكلي علنيا علنيا بيروديتو فو الميتي اون دومور تصور واش دار خدم واش دار قال سي محمد ما راكش المستوى راك متواطئ تكمل هكذا نديروك في القائمه السوداء